من رفح جنوب غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أسامة أهلا بك معنا. إذا هناك تقدم مفاجئ من قبل الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون، وهناك معلومات عن اشتباكات ضارية. ماذا يحدث في حي الزيتون الآن؟ نعم، الاشتباكات الضارية الآن تخوضها المقاومة في منطقة شرق مدينة رفح تحديدا في البداية، وهناك كتائب القسام قالت في بيان لها أنها استهدفت قوة إسرائيلية موجودة داخل مبنى من خلال كمين محكم باستهدافه بقذائف بشكل مباشر، ثم استهداف نقلة جند أسفل هذا المبنى، وفي استهداف ثالث في نفس المكان استهداف قوة راجلة. كتائب القسام أعلنت بشكل واضح على أنها أوقعت عددا من جنود الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح في هذه المنطقة التي تم استهدافها خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة إلى استهداف دبابة إسرائيلية في منطقة في منطقة شرق مدينة رفح تحديدا في هذه المنطقة، ولكن في مكان آخر الذي تم الاستهداف فيه. تحدث أيضا على استهدافات ومتواصلة واشتباكات ضارية تخوضها المقاومة مع الجيش الإسرائيلي المتوغل في منطقة حي الزيتون. هذه المنطقة هي أقصى منطقة جنوب مدينة غزة وقريبة جدا من منطقة حاجز نتسريم الذي أقامه الجيش الإسرائيلي منذ بداية التوغل البري على قطاع غزة، ولكن منذ يومين الجيش الإسرائيلي توغل بريا بشكل محدود باتجاه أطراف منطقة حي الزيتون بزعم أن هذه المنطقة هي منطقة يوجد فيها بنية تحتية للمقاومة الفلسطينية، والآن بالفعل هناك اشتباكات ضارية في هذه المنطقة. الجيش تحدث على أن هناك تدور اشتباكات ضارية في هذا المكان، بعدها قال الجيش أن هناك إصابات في صفوف جنوده بعد توغلهم بريا في هذه المنطقة. حتى هذه اللحظة هناك حالة نزوح من هذه المنطقة، منطقة حي الزيتون، باتجاه منطقة قلب مدينة غزة. غادر السكان باتجاه قلب المدينة لمراكز اللواء التابعة للنوروة في ظل اشتباكات ضارية وقصف بالمدفعية الإسرائيلية على مدار الساعة منذ ساعات فجر أمس حتى هذه اللحظة. الاشتباكات حتى هذه اللحظة موجودة في المكان، نتحدث عن حالة نزوح باتجاه قلب مدينة غزة، حديث عن إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة. هذه المنطقة منطقة غريبة من النقطة الأمنية ويصعب وصول أي شخص إليها. القوات الإسرائيلية في ظل هذه الاشتباكات التي تقول أنها ما زالت مستمرة في حي الزيتون، يعني الجيش الإسرائيلي لا يتحدث عن أرقام بالتحديد في أول العملية دائما، ولكن يتحدث على أن هناك بالفعل كان هناك سقوط إصابات وقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، لكن ما تحدث عنه بشكل رسمي حتى هذه اللحظة ما بين قتيل وجريح هو في المنطقة الشرقية لمدينة رفح، أما في منطقة الزيتون حديث فقط حتى هذه اللحظة عن إصابات. بالإمكان الحديث عن أن هذه المنطقة عن حتى وإن كان فيها المقاتلة هناك، هل صرحت بأي معلومات تتحدث عن عدد القتلى بين صفوف الجيش الإسرائيلي سواء في حي الزيتون أو في شرق رفح أو حتى الآليات التي تم استهدافها؟ يعني حتى أن كتائب القسام أو الفصائل المقاومة الفلسطينية لا تتحدث عن تحديد أرقام سواء كان للقتلى في صفوف الجيش أو عدد الإصابات، ولكن تتحدث عن إنجازها في هذا المكان سواء من استهداف قوة راجلة أو ناقلة جند أو مكان يتحصن فيه الجنود. في منطقة حي الزيتون كتائب القسام قالت أنها مع فصائل المقاومة استهدفت دبابة إسرائيلية واشتعلت النيران في هذه الدبابة التي تم استهدافها في منطقة حي الزيتون. هذه المنطقة حتى الآن حتى لو كان هناك إصابات في صفوف المواطنين يصعب وصول سيارات الإسعاف فيها إلى هذه المنطقة، ومن يتم نقلهم يتم العثور عليهم بعد أيام في صفوف المصابين أو تمكنت مثلا طواقم الدفاع المدني من نقلهم إلى المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة. حتى هذه اللحظة يصعب تحديد أرقام عن عدد الإصابات أو الضحايا أو القتلى في هذا المكان الذي يدور حتى هذه اللحظة فيه اشتباكات. طيب أسامة، أنت تتحدث معنا من رفح جنوب غزة، ماذا عن تحشيد مزيد من التحشيد من قبل إسرائيل للقوات على أطراف رفح؟ يعني نعم، نتواجد الآن في المنطقة الغربية لمدينة رفح، ولكن يصعب علينا رصد الحركة الإسرائيلية في هذه المنطقة. هذه منطقة قتال ويصعب دخول حتى رجال الإسعاف إلى هذه المنطقة. المعلومات المتاحة لديك ما يدور، ما يصلنا من أخبار هي من المعلومات المتاحة. نعم، كما يعني من المعلومات المتاحة حتى هذه اللحظة هو أن الجيش الإسرائيلي نشر صورة فيها مئات الدبابات الإسرائيلية والجرافات المتواجدة على مقربة من السياج الفاصل في المنطقة الشرقية لمدينة رفح، وقالوا في الصورة منشورة على أنها دبابات تنتظر إشارة البدء للتوغل البري على المنطقة الشرقية لمدينة رفح. ما شاهدناه من صورة هو صورة فيها مئات الدبابات والجرافات وناقلات الجنود
جن تنتظر قرب السياج الفاصل بانتظار إشارة من القيادة الإسرائيلية على الدخول البري إلى منطقة شرق مدينة رفح. هناك توغل محدود في هذه المنطقة شرق مدينة رفح، ولكن حتى هذه اللحظة لم يكن هناك توغل بالدرجة التي يمكن الحديث عنها على أن هناك أحدثت دمارا كبيرا أو توغلا كبيرا في هذه المنطقة. نعم، ماذا عن يعني كل هذه الأعداد الكبيرة المتواجدة في رفح في ظل التهديد اليومي بأن رفح ستقتحم بعملية برية كبيرة في أي لحظة، ومع وجود بالفعل عمليات عسكرية تجرى في رفح؟ هنا حقيقة المخاوف بدأت تتزايد في منطقة مدينة رفح تحديدا أقصى منطقة جنوب قطاع غزة بسبب هذه المخاوف وبسبب هذه المشاهد وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل على كل مدينة رفح. إذا ما تحدثنا على المنشورات التي ألقاها الجيش أخلى سكان المنطقة الشرقية واعتبرها منطقة قتال، لكن كل منطقة رفح سواء غربا أو شرقا كل هذه المنطقة بسبب الاستهدافات الإسرائيلية على مدار الثلاث أيام الماضية باستهداف بالمروحي واستهداف بالطيران الحرب الإسرائيلي واستهداف بقذائف المدفعية، هذا دفع السكان إلى النزوح. هنا نشاهد أمام مستشفى الكويتي حركة نزوح على مدار الساعة ليس من المنطقة الشرقية المهددة بل من وسط مدينة رفح. غالبية مدارس اللواء في منطقة غرب رفح أخلى النازحين فيها هذه المراكز واتجهوا إلى منطقة غرب مدينة خان يونس، منطقة المواصي وغرب مدينة دير بلح. هذا بسبب الاستهدافات المتواصلة. نعم. إسرائيل عسكريا نعم. حتى هذه اللحظة تستهدف كل مدينة رفح وليس فقط المنطقة الشرقية حسب ما تم إخلاء المنطقة وبناء عليها تحرك السكان باتجاه منطقة مواصي خان يونس. شكرا جزيلا، كنت معنا من رفح جنوب غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل.